لي 17 سنة، آخر راتب كنت أخذه 950 شيكل، وسكر المدرسة وحكى لنا إنه خلص مع السلامة وما في أتعاب وما في معي مصاري أدفع لكم، والجأوا للقانون وارفعوا قضية، والمحاكم حبالها طويلة وبتقعد سنين، وإذا كنت عايش بدكم تحبسوني احبسوني، فيش باسمي ولا أرض ولا فيلا ولا عمارة ولا أي إشي، وإذا كنت ميت الحقوا الورثة إذا بتعرفوا عليكم. كنت أخذ راتب 90 دينار، بعدين شوي شوي صار يزودهم ل 850 على أقساط. بالعطلة الفصلية آخر إشي يعني عطلنا، المفروض كان أول ما أداوم يعني لما يجي الفصل الجديد يتصل فيه أداوم، فهو ما اتصل فيه ولا إشي، يعني إنه خلص ما بدي يعني، وما أعطاني ما بلغني يعني قبل بفترة، المفروض بالقانون إنه قبل بشهر يبلغني، فهو ما بلغني إلا لما أنا اتصلت عليه وطلبت راتب آخر شهر اشتغلت فيه. حكى لي إذا بدك تاخذي شهادة الخبرة عن 6 سنين لازم تقدم استقالتك، يعني ساومني على الاستقالة. بعدين أعطاني الراتب اللي أنا أخذته آخر إشي، فطلبنا منه كتير الأتعاب ما رضي يعطينا أتعابنا، قال روحوا على المحكمة والمحكمة حبالها طويلة. يعني كنت أشغل بالشركة وحملت وبينت علي أعراض الحمل، فهم انتبهوا علي ولفتوا انتباهي وحكوا لي إنه إحنا ما بنفضل حدا يشتغل معنا ويكون حامل. فبعد أسبوعين وقبل ما تنتهي الفترة التجريبية حكوا لي إنه إحنا متأسفين ما بدنا إياكي. هلا أنا عرض علي إنه أشتغل بروضة كبديلة لفترة معينة، انعرض علي راتب 1000 شيكل، وأنا عارفة إنه الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل، يعني هذا الاشي مش قانون، هنا بعطوا اقل من القانون. وحتى لما احنا بنحكي لاي مديرة روضة انه في حد ادنى للاجر في 1450 شيكل، بتحكينا بكل برود اعصاب ما حدا ملزم بهذا القانون. انا قدمت لشغل ويعني اللي ريحني انهم اتصلوا علي، رحت عملت المقابلة، يعني حسيت انه اللي عمل المقابله انصدم انه شايف قدامه واحد كفيف ما بيشوف، سالني اسئله يعني كانت اسئله ما لهاش علاقه في الشيء اللي انا اصلا رايح عليه. بعد ما خلصنا بحكي لي انا بتصل فيك. طب بتصل فيك الها سنتين. كنت اشتغل بمحل ملابس، اول يوم كان يطلع علي بنظرات غريبه، ثاني يوم كذلك، ثالث يوم حاول يمسك ايدي وحكى انه بالغلط مسك ايدي، ثالث يوم عادها، رابع يوم عادها، خامس يوم حكى لي انه بده يقيم علاقه معي او بطرد من الشغل، فطبعا حفظت على كرامتي وخرجت برا الشغل. كنت اشتغل في شركه تنظيفات، كانت من 6 الصبح ل 8 المساء بس ب 35 شيكل. طبعا ما كان يعطينا اجازات ولا ضمان صحي، طلبته انه بحقوق بدي اجازات، طبعا رفض. حكيت له بشتكي عنك، طبعا احكى لي اعمل اللي بدك اياه ما بهمنيش حدا. المشكله انه الواحد لما يخسر كرامته في الشغل، لما يروح على الشغل كل يوم بس مشان يجيب اكله مشان يعيش بكرامة، يوصل الشغل يصير يسمع كلمة يا كلب كوم تعال شيل تعال، الأمر دائما ما بينتهي.